لو سمحت انا بدي روح اليوم دور اهلي. ايه اجليها اليوم. زهير ولينا رايحين عند بيت اهلها لينا، مين بدي يساعد امي بالطبخ والنفخ؟ لا بنتي، خليكي انتي هون بتساعدي امك وهي خليها تروح لعند اهلها. انا؟ مستحيل، اليوم اخذ موعد من الكوافير بدي اعمل شعري. قديش صار لك ما رحتي لعند اهلك يا بنتي؟ صار لي 3 اسابيع. ايه خليهم شهر ما بيصير شيء. وشهرين ست مرام. يلا دايمة. كلي حبيبتي، لسه ما اكلتي شيء. لا اكلت كثير. خليني اروح اليوم احد بيكون راجعه. خاطركم. الله معي. لك امي، ليش ما بتوصلها معك بالسياره؟ ايوه هذا اللي كان ناقص، يعني نتاخر نحن على شغلنا مشان نوصل حضرتها. وليش لا تتاخروا؟ يا مرت عمي، بده ياخذ يارا على المدرسه، ورد يرجع ياخذ عامر على الروضه، وبده يوصلني على شغلي، وهو بده يروح على شغله، كيف بدنا نلحق؟ ليش شغلك مو قريب من شغله؟ بلا مرت عمي، بس عندها مشي شي 10 دقائق، يعني بلا ما تمشيهم. يلا مرت عمي خاطركم. الله معك حبيبتي. شو عملتي له؟ ما عملت له شيء، قعدته شو بدي اعمل له؟ خلص تنتي خلص يا روحي خلص. تعملي ان شاء الله هلا بتأثر حالي. هاتي تغريني هاتي. زهير حبيبي، ليش ما بتخلوا حنين تروح تسكنوا ببيت جوزة؟ يعني ما بيكفي مضايقة علينا هي وابنها؟ وبشو مضايقة عليكي؟ ايش ونسيت انه اخذت غرفة الاولاد، والاولاد صاروا يناموا عنا بالغرفة، والاولاد كبروا يا زهير وصاروا يعوا على اي شيء بشوفوه. مدام لينا بدك ياني اقلعها؟ لا حبيبي لا تقلعها، خليها تروح تسكن ببيت جوزها. ووسيم مين بده يربيه؟ والله فينا تسجله بشي روضة او بتجيبه لعند امك الصبح قبل ما تروح على دوامها. يا مدام لينا، هي ارملة وما بيصير تسكن لحالها. ايه بتروح تعيش عند اهلها. بدك من امي تجن؟ وليش لحتى تجن؟ لانه رح ياخذوا منها وسيم، ووسيم هو اللي بقيلها من ريحه المرحوم اخي. يعني انا جن معلش وامك لا. بعدين لايمتى؟ لايمتى؟ بلكي هيك ان شاء الله اختي مرام تتزوج وبتنحل كل القصص. ضحكتني، مرام وهي صبيه ما حدا تطلع بوشها، بدك اياها وقت صارت بال40 حدا يجي يخطبها. نصيب، كله نصيب. ايه قولتك نصيب، اذا ضلينا عن نصيب عشنا. طيب خدني انا اعيش ببيت اخوك. ولو بالأجار. خلصينا هلأ، خلينا نمشي يلا. حاضر. شو شايف حنين ما أجت اليوم؟ قال عندها شغل ضروري. شغل؟ شغل شو؟ نشاط بيت حماها يعني؟ والله أنا ماني مطمنة. لا قولي حل لهالبنت، بدكم تجيبوا لي إياها هي وابنها لهون، أنا ما عاد أقدر أقعد بلاهم. مرت عمي، حماتها بتقول إنها ما بتتحمل يكون ابنها وابن ابنها بعيدين عنها. ابنها الله يرحمه استشهد. يعني رح يضل بعيد. ايه مشان هيك هي ما بدها ابنه كمان يكون بعيد. والله انا احق ببنتي كمان. مرت عمي، ليش انت بترضي انها تعيش معك وتترك لهم الولاد؟ اكيد لا. اكيد هالبنت عايشه مو مرتاحه. يعني شو طبيعي تكون ما انا مرتاحه؟ صبيه ترملت وهي صغيره، مو بس هيك، عندها ولد بات ابوه قبل ما يخلق. ايه بس هي صار لها سنه ونص عايشه معهم، يعني ما سمعنا منها كلمه واحده ولا اشتكت، معناها مرتاحه. مو ضروري تشتكي لحتى نحس فيها. هي بتكبت بقلبها ما بتحكي. بس كمان يا ماما ما فينا نخليها تعيش لحالها، يعني ما فينا نخلي العالم تحكي علينا. اكيد انا رح اجبرهم يخلوها تعيش معنا. لا شو عمي؟ شو يعيشوا معنا بالبيت؟ بيت اهلها او لا فيها يا بنت. فهمتي؟ ايه بس نحن بيتنا صغير، يعني وين بدها تقعد؟ تقعد محل ما كانت غرفتها من زمان. ايه بس سارة عم تكبر، يعني بدها غرفة مستقلة. وفهمك كفاية مرت عمي. لبين ما تكبر يكون الله قصف عمري وعمل مرت عمك وبتعيش بغرفتنا. فهمتي؟ ما يتشار عنكم بابا. وحدو الله شو بكون؟ سكروا على هالسيرة هي. وانتي وليه؟ قوم بيساوي لنا شي نشربه. ايه أمرك. خلاص بدي اعرف ليه ولادي. خلاص ليه هذول الحيوان اللي عم بيقتلوا؟
مثل ما عليك فيه سمعاني ولك ويا ستي انا بغنى ولك حاج حاج انت وياها سمعتوا صوتنا للجيران لك حاج شوفي ليش صوتكم طالعه شوفي عمي الحمد لله جيت والله جابك انا ما عاد فيني اتحمل الحالات بهذا البيت ليش شو صار عمي عم تقلي حيواني صحيح الكلام اسألها بالاول ليش قلت لها حيواني ليش شو قالت لك ما قالت لي شيء ببساطه حاطه ايدها على تم الولد بدها تقتله شفت القصه شو دافعه صحيح الحكي زهير والله انا ما عملت له شيء بس حاولت سكته مشان نايم الاولاد وهي طول النهار مخليته مع مرت عمي عم تتعذب فيه وحضرتك ليش ما سكتتي لانه حضرتي مالي فاضيه بدي اسمعها انا عم تنبش كمان وسخه هي وفاتها فتح البيت مضافه عمي انا من بكره بدي اخذ وسيم وضب اغراضي وروح يا عيش ببيت اهلي يا عيش لحالي ونبر لا اذا بدك تروحي بتروحي لحالك انا ما بسمح لحفيدي يربى بعيد عني انا مرت عمي عم تقولي اترك ابني انت امه عم تقولي اترك ابني عمي انتو شو صار لكم لك ليش لك عم تعاملوني انا شو زبي زب لما انت باول عمري انت شو تحكي معكم انت شبك خفي عليها شوي هلا هذا اللي طلع معك خير خير ليش هالتجمع شو صاير ولا ما في شي يا ست الحسن والجمال خليك بحسنك وجمالك ليش لا تكوني غيراني من جمالي حضرتك حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل ألو كيفك أختي؟ منيحة حنين أنت عم تبكي؟ لا حبيبي ما عم ببكي لكن شو بصوتك؟ ما في شي حبيبي تشردقت تشردقتي بشو؟ أختي احكي لي شبك شو صاير معك؟ حدا زعجك؟ حمد اشتقت لكم اشتقت لكم كثير انا حبيبتي ونحن اشتقنا لك كمان طب ليش ما اجيتي اليوم لعنا احمد ان شاء الله تاخذني منهم الله يوفقك تاخذني انا ما عاد اتحمل عيش هيك خير اختي هدي حالك واحكي لي شو صاير معك احمد ما فيني احكي لك شيء ان شاء الله انا عم موت ما عاد عندي لا طاقه ولا صبر اتحمل هالشيء ان شاء الله تعال طيب طولي بالك اختي طولي بالك انا بكره بجي لعندك هلا حطي راسك وارتاحي ونامي طيب ماشي حستناك ايه يلا تصبح على خير وانت من اهله اختي الله معك حبيبي شو بدك تجيبها تعيش عنا؟ لكن خليوني أهروها؟ لا أكيد لا بس يعني كمان أنت بيهون عليك أنه أنا أنقهر وليش بقى لحتى تنقهري أنت؟ لأنه ببساطة في حدا بده يجي ويحجز لي حريتي يعني نحنا ما بيكفينا أمك وأبوك ها ليش أنت مو من الأول بتعرفي أنه أنا ساكن مع أمي وأبي وما عندي قدر أشتري بيت وقلتي لي بحطهم بعيوني؟ بلا حبيبي أكيد بحطهم بعيوني بس أمك وأبوك مو أختك الأرملة إيش معنى يعني؟ يعني إنه هاي الغرفة لازم تضل بنتي بالمستقبل لسارة مو هيك؟ الشغلة اللي ما بتعنيكي لا تتدخلي فيها هيك لكان اسمع لقلك أحمد إذا أختك رح تجي على هذا البيت رح أحولكن حياتكن لجحيم عم تفهم؟ ورح تشوف عيد عبد تاني لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نام أحسن شيء يسلموا هالإيدين أمي اسمعي هالمثل قال كني على عشك ليجي مين يكشك وحياتك أمك هون ست البيت تسلم خليلي شو حبيبتي نام وسيم ايه نام مرتاح إن شاء الله نوم العوافية يا رب حنين قومي اعملي لنا شاي ايه والله تقلت بالغدا بس يجي أحمد بساوي قومي تمرة بدي أعمل ومين أحمد أخي لا تقولي لي إنه جايين زيارة لعنا إيه والله ولا تقولي لي إنه هو ومرته وبنته لا
اطمني جاي لحاله. بعدين وين المشكله اذا جاي هو ومرته واولاده؟ ايه لانه ناقصنا ضيوف وعذاب ولبكه هلا بالضيافه. ما تواخذيني حبيبتي. اولا كلكم بهالبيت عم يجيكم ضيوف وزوار الا انا ومن تمساكت، وتانيا لما عم يشرفوا هدول الضيوف انا لحالي اللي عم بشتغل واتلبك وما حدا فيكم عم يساعدني. وثالثا هو الاهم، ما بكفي انكم حارميني من زياره بيت اهلي وبيتي؟ ايه شو حبستوني عنكم؟ ورابعا بالله لا والله انا ناطره الخامسه. شو عم تمسخروا حضراتكم؟ لا عم نلطف جو. شرف رحيلو حنين. كيف ما عم تفهمك؟ ليش هيك يا بنات؟ بنحزح مين؟ كيفك اختي؟ الحمد لله. مرحبا يا جماعه. اهلين اهلا وسهلا. كيفك خالتي ام زهير؟ الحمد لله. اهلين تمام. مرحبا اهلين اخي احمد شرفت. مرحبا اهلين. مرحبا تفضل عودي يا لا عمي احمد ضيفي بده يقعد بغرفتي، في كلمتين ضروري بدي احكيهم انا وياه. ما بصير يا ابني. لا عمي بصير، كفيت ووفيت وتعال احمد. بالاذن يا جماعه. تفضل. اذنك معك. راحت بدها تحكي له معاناتها. ايه لانه فاكره حالها سندريلا المعذبه. ممكن تخرسي انت وياها وتقصروا الشر؟ والله يا خوفي يكون جاي ياخذها. والله يا ريت. شو يا ريت؟ ووسيم؟ هيك لكان. واكثر من هيك. وانت ليش ما قلتي لي هذا الحكي من الاول؟ لانه ما توقعت الامور توصل لهون. يعني قلت لحالي هي ردة فعل مشان وسيم الله يرحمه، بس مع الوقت بيحبوني وبيعاملوني مثل بنتهم، بس الموضوع كل ماله عم يكبر، صار في اهانات وقلة ادب، انا ما عاد فيني اتحمل. احمد انا بدي اعيش مثل الخلق والعالم، بدي اعيش وربي ابني بدون عقد نفسية. لا حول ولا قوة الا بالله. قومي ضبي اغراضك لشوف. ضابطن، ضابطن واخذ قراري لانه ما عاد فيني اتحمل. امشي. بس احمد انا خافت تصطدمها. يعني ما حيخلوا بهالبساطة تاخذنا منهم. هذا الموضوع لا تاكلي همه، أنا بعرف أتصرف. طيب. يلا ماما. يلا حبيبي. قومي اعملي شيء يشربوه. مين أنا؟ إيه أنتِ، شو بتصغري؟ إيه بصغر، والله ما ناقصني غير صير خدامة لنسوان إخواتي على آخر هالعمر. لا إله إلا الله. يلا بالاذن. خير ان شاء الله. لوين؟ رح اخذ اختي نسكن عنا بالبيت. شو هالحكي؟ شو هالحكي؟ هيك لا احم ولا دستور ولا كانه في كبير بهالبيت. هلا بصراحه انا دورت عليه كثير لهذا الكبير بالبيت بس ما لقيته، مشان هيك صرفت لحالي. شو قصدك؟ انا وابي ما لنا ملايين عينك؟ بتملوا عيني لما بتطلعوا من تحت جناح نسوانكم، ولما بتكون كلمه النسوان هي اللي ماشيه بالبيت ومو قادرين تكفوا بلاها عن الناس ما في شيء بيعبي عيني. يلا بالاذن. تعال هون زهير، اتركه ياخذ اخته. لا على شرط بتخلوا وسيم هون. ايه تكرموا. هاتي هاتي اختي. هي ابنكم. وين اغراضه؟ بلوه شبو ميته. امشي اختي امشي. عم قلك بلوه ابني احمد ان شاء الله. امشي يا ابنك ولا بطيخ. امشي. لا 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 ان شاء الله خليني اعطي لها. قلك امشي يا تفضلي. وانا شو دخلني؟ سكتي وغيري له. وانا شو دخلني؟ اعطيه لستو مويا اللي بدها اياه وتتحمل مسؤوليته. تفضلي ستو. هاتي تعالي لا يا روحي. لا 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 حبيبي. لا مين بدك سكتي؟ بلا هالصوت هاد. خرسي انت وليك. عمى بقلبكم العمى. حطينا عالكم نعال الولد صغير. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله. سكتي يا تقبرني انت حبيبي. تأكل كمان؟ قبلني أنا أكلك. أختي هي تمثيلية أنا عملتها معهم لبين ما يملوا ويحسوا حالا مو قد المسؤولية ويجي لهون براسهم ياخذوك اللي عندهم على البيت. يا أحمد بس أنا ما بدي أرجع أعيش معهم، يعني أنا بدي أعيش هون ببيت أبي. لك يا أختي أنت صبري يومين ثلاثة، هن بعد هذا الضغط إلا ما يغيروا أسلوبهم معك، بس أنت يا ريتك خبرتينا من زمان. ايه ما قدرت، انت ما شفتهم كيف عم يضغطوا علي. بعدين لك احمد انا ما بقدر اقعد بدون وسيم ولا دقيقه، مو يومين ثلاثه. حقك اختي ان شاء الله لاقي لي حل.
هلا انت فردي غراضك وطولي بالك، وهذا الحكي بنحكيه بحضور امك وابوك بعد شوي. ارتاحي هلا. حكم الهوى وشرط غيم تشري، حكم الهوى